أربع شعوب لأربع دول حطوا إيديهم في إيدين بعض وقلنا بسم الله، وبدأنا في شهر رمضان كان تسجيل أول حلقة من بيت للكل. القضايا المشتركة إحنا كشعوب متشابهين تماماً، خاصة في شهر رمضان المبارك. كمستهلك لازم يكون عندك وعي كافي، دائماً تكون على قدر من المسؤولية تجاه نفسك. التاجر والمستهلك بالرغم من اختلافهم فهما يؤديان نفس الوظيفة الاقتصادية. أنت لو رشت إنفاقك على السلع الغذائية، أنت عندك في حاجات تانية أنت حارم نفسك منها، وهي أسعارها لسه ما زادتش. حل المشكلة ما بين حق المستهلك وحق التاجر، وحقنا إحنا كمان كشعوب إن إحنا نحتفي ولكن بميزانية معقولة. بيت للكل، الجمعة 11 مساء على قناة مصر الأولى.